السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا احباب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل لكم تلت عامل الموز بالبنكر او الشمندر. دلوقتي عندنا 3 موزات، وهنا بنكر مسلوق، 4 معالق سكر، وكيس فانيليا، كوباية لبن، حليب. دلوقتي هنروح نضرب الخلاط ونرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما ضربناه في الخلاط طعمه حلو، ينفع للانيميا، الناس اللي عندهم انيميا، هو عبارة عن حديد بس. طعمه تحفة وبيقوي المناعة. يا رب يكون عجبكم الفيديو. اتمنى تشتركوا في القناة، تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.